وأما إذا فوضت الأمر إليه تعالى وسألته أن يختار لك ما هو صلاحك لم تلق إلا السداد والخير إن شاء الله تعالى. فالإنسان من أول الصباح قبل أن يخرج إلى وظيفته أو عمله أو كسبه أو إلى أي مكان يسأل الله سبحانه وتعالى الخير، ويسأل الله أن يكفيه الشر وشر كل ذي شر، لأن الدنيا فيها شر وفيها أهل الشر، ويسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يرزقه الأدب مع الله، لأنه قد يصاب بأحداث، قد تقع له أحداث في اليوم والليلة، هذه النفس قد لا تكون منتبهة فتسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول عن الوالدين من حقهما ولا تقل لهما أف، أف مع الوالدين أف، هذا الأدب الظاهر. أما الأدب الباطن لا تقل لهما حتى في القلب وأنت بينهما. الأدب الظاهر أن لا يسمعك الوالد أو الوالدة، الأدب الباطن أن يعلم أن يرى الله تبارك وتعالى أدبك في باطنك، فلا تقل لهما أف في قلبك حتى، لأنها وصية الله. هذا مراتب الأدب. هذا إذا كان الأدب مع الوالدين هكذا، فكيف يكون الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ الأصل أنه أرقى وأشرف وأرفع وألذ وأمتع، لكن متى تربت النفوس عليه، ومتى تربت النفوس عليه صارت النفوس كبيرة. ثم إذا استخرت ربك وفوضت إليه أمرك فلا تتهمه فيما اختار لك، وإن كان مكروها عندك فرب خير في صورة شر، فرب خير في صورة شر ومحبوب في صورة مكروه. وقد قال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي قصة الخضر مع موسى عليه السلام في سورة الكهف ما يدلك على ما ذكرنا من خرق الخضر سفينة المساكين وقتل الغلام وتسوية الجدار وإنكار موسى عليه السلام ذلك بظاهر الأمر، حتى فسر ذلك الخضر عليه السلام، حتى فسره له. قال الله تعالى حكاية عن العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله إلى آخر الآية. أما ترى كيف أعقبه ذلك؟ الوقاية من الأسوأ والنصر على الأعداء، والله أعلم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نظر هنا إلى هذه الآية، نظر إلى هذه الآية عندما قال العبد الصالح، عندما قال وأفوض أمري إلى الله، كيف كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ فوقاه الله. هو هذا الذي يريده، فوقاه الله. إذن هنا نتسلح، هذا سلاح من الأسلحة، هذا ذكر شريف في الحالات التي يحتاجها العبد عند المآزق، يذكره الإنسان حتى يطمئن قلبه وينشرح صدره أن الأمر كله برمته بيد الله تبارك وتعالى، لا يملك منه عبد مقدما ولا مؤخرا، ولا قليلا ولا كثيرا، ولا فتيلا ولا قطميرا. ومثل هذه الآية في القرآن الكريم موجود الكثير، مثلها قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أحيانا استقامتك تغيظ الشياطين، شياطين الإنس قبل شياطين الجن. استقامتك، صلاحك، سيرك على منهاج النبوة، على منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام والأفاضل الكبار من العلماء والربانين والراسخين في العلم، يغيظ القريب أو البعيد، يغيظ كثيرا من الناس. فهنا الإنسان يحتاج إلى سلاح خفي لا يرونه، قلبه يقارع به ولسانه تعطيهم العسل والحلاوة، هو خالق الناس بخلق حسن، لكن القلب يقارعهم به. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
فلو كان القلب في مراتب اليقين العلية وهو يقول هذه الآية وقد أجمع عليه الثقلان ليضروه، ما تغير مما كتبه الله له شيء أبدا، كان يعلم ما يصيبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإذا كان الله قد كتب لنا. إذا نعود إلى بداية حديثنا، الرضا بالقضاء والقدر أنه من أركان الإيمان، والتسلح بالصبر وحسن الأدب مع الله تبارك وتعالى فيما يصيب العبد من مصائب.